البيت المصري ده مش زي أي بيت، تشريحه غريب جدا، خليط ما بين بيت الراحة وبيت الرعب وبيت العز وبيت الزواحف وبيت شفع وبيت يم والرصيف الحربي، تركيبة صايعة كده. بيت القصيد إن البيت المصري ده بالصلاة على النبي تلاقي فيه حاجات ثابتة ما بتتغيرش، تشريح ثابت. أول حاجة على باب البيت من بره مشاية بقالها 77 سنة مكتوب عليها ويلكم، ممسوحة طبعا خالص عشان تمسح فيها رجلك بدل ما ماما تقطعها لك، وش نضيف. ولازم على الباب طبعا تلاقي خرزة زرقاء، عين زرقاء، أو الاستيكر اللي هو بتاع الكف ده القديم ده خمسة وخميسة، تحس إن أنت داخل بهو الأعمدة مثلا، وأنت غالبا بتكون داخل يعني بيت قطين وصالة عليه قرار إزالة بس العين وحشة فيش فايدة. خش برجلك اليمين، دخلت برجلك اليمين تمام. بص بقى، البيت صغير البيت كبير، غني فقير، في طقم مذهب يعني في طقم مذهب، ولا عايز الناس تاكل وشنا؟ لا انت عايز الناس تاكل وشنا، تقول لنا يا بيت ما فيهوش طقم مذهب، ولا ماما الستات يعيروا يقولوا لها يا امو من غير طقم مذهب، فشر. طقم المذهب من اساسيات البيت، شرف العيله مرتبط بيه بشكل مباشر مش هزار. غالبا الصالون المذهب ده بيكون ممنوع الاقتراب او التصوير فيه ما عدا طبعا الصوره بتاعت اول يوم العيد اول يوم مدرسه، وبعد كده بيفضل مقفول طول السنه زي محطه السادات. هو المفروض للضيوف بس مش اي ضيوف، الضيوف الرسميين اللي هم بنقعد معاهم في الصالون المذهب ده مش لاقيين حاجه نقولها، عارف انت بص في خلق بعض كان يبتسم سامة لزجة كده شاب مفتعلة جدا، نكسر الصمت نقول اي كلام، الله انتم منورينا، شوف القعدة دي ما نقعدهاش، مش هم قاعدينها، سأقول لك احنا ما فيش يعني بنقعد منورين والله العظيم يا حلاوة دي. بعدين طبعا نبتدي نستخدم الاطفال بقى عشان نسد الفراغ البشع ده، لا ميدو سمع طنط نشيد امي امي يا ميدو سام سهام دي فنانة اش بص مجرمة ما يبانش عليها. بعدين نبدأ بقى ننظر ونقول كلام مرسل ملوش اي لازمة بقى، الناس بقت وحشة قوي عشان تكسر بس مفيش حاجة بقى ليها طعم، وفي زي زمان هري بقى. الشغل ده كله شغل مصري 100% بعون الله، القعدة بالصالون المذهب بالضيوف بالليمون اللي بيشربوه بالكليشيهات بميدو بكله. في نفس المنطقة تقريبا منطقة الصالون هتلاقي الأسطورة محمد رمضان، لا يا ابن الأسطورة فخر المجموعة قاهر الزمن النيش. النيش طبعا هو الكيان الضخم المهيب اللي بتشرقت بلو الأعناق وبتبوظ بسببه الجوازات، ببساطة شديدة هو دولاب عملاق تافه هو كبير وأهبل بياكل نص الأوضة وبيتحط فيه الكاسات والكوبايات والأنتيكات الخطيرة، طبعا لازم تلاقي فيه درج فيه أكتر من 2000 وصل كهرباء وغاز ومية، والنيش ده بيتعامل معاملة منطقة الألغام، والحاجات اللي جواه طبعا غير قابلة لللمس، مش عشان نحافظ عليها، لا عشان تحافظ على كرامتك. فاكر انت طبعاً. ماما والنيش، اوعى النيش اوعى النيش يا شريف. السؤال اللي بيطرح نفسه بقى، هل لو صحينا بكره لقينا النيش باللي فيه اختفوا تماما هل حياتنا هتتاثر باي شكل من الاشكال اطلاقا؟ هو يمكن العنكبوت اللي كان عايش ورا النيش ده يتشرد شويه يروح يدور على اي نيش تاني يعيش وراه ولا حاجه، لكن احنا لا خالص هنبقى زي الفل. الحكايه كلها ان الشقه هتوسع شويه والرعب اللي بنعيشه بسبب النيش ده هينتهي للابد ونعيش في سلام نفسي كلنا. سيب النيش بقى وروح على المطبخ كده، هتلاقي التلاجة، افتح التلاجة هتلاقي في باب التلاجة الاتي: نص ليمونه ناشفه، ازازه اي حاجه مليانه ميه، ازازه بيبسي فيها عرق سوس، وده طبعا هتكتشفه بالطريقه الصعبه للاسف، داخل تضرب بيبسي كده تلاقي العرق سوس في خلقتك، اكياس كاتشب كتير كانت جايه مع اي دليفري، شريط لبوس جلسرين، حقنه فولترين منتهيه الصلاحيه بس حرام نرميها ليه ما هي فولترين بتنفع، وبيضه مكسوره ملزقه وناشفه بس يا حرام يعني يمكن نديها فولترين وتبقى حلوه وخليها معانا. ده الباب. جوه التلاجة بقى في حلتين فوق بعض فيهم اكل من امبارح، وصينيه كبيره جدا فيها حته مكرونه بشاميل 3 في 3 سنتي كده اطرافها ناشفه، وعلبه بلاستيك فيها حاجه انا مش عارفها هي ايه. وما سألتش حد تكون حاجة عينة بتاع؟ لا أنا ما سألتش، أنا فتحت العلب وبصيت وشميت ولمست ودقت كلتها ومش عارف هي إيه برضو، موجودة معانا على طول. في على جنب كده بقى حزمة جرجير ملفوفة في جرنان الجمهورية لازم، أما الفريزر طبعا فمعروف، علبة آيس كريم عائلي فانيليا فيها توم مفروم، وعلبة آيس كريم مانجا عائلي فيها بقية علبة الفانيليا، وشوية أكياس حمراء قد تكون صلصة وقد تكون عصير فراولة كارف توم، وفي كياس برتقاني قد تكون مانجا او عصير برتقان كارف فراوله، علما بان احنا لو في موسم الجوافه كل اللي فات بيبقى طعمه جوافه، حتى التوم حتى خد ابنك الصغير بيبقى كارف جوافه، عارف في موسم الجوافه دي البيت بيتقلب. اجيب لك حاجه تشربها؟ والله ما شربناش حاجه. اسيح لك مانجا من الفريزر طيب؟ لا لا مالوش. اسيح لك مانجا؟ اسمع الكلام. لا والله لا تمام انا همشي يعني. انت نورتنا. اهلا وسهلا. القعده دي بنقعدها؟ انا ما بنقعدهاش.